في فقرة الكابون اليوم حاضر معنا كاتب عام بلدية ابن خلاد من ولاية نابل سي سمير العريف عبر الهاتف. مرحبا بك سي سمير. بارك الله فيك عيشك سمير. نحكيه على طريق الساحل في ابن خلاد، كان منذ مدة ولي نابل أذن بصرف قرابة 200 مليون من ديسمبر تحديدا الماضي لليوم، ما تمش تعبيد الطريق هذايا والمواطنية الجهة يقولوا أنه الطريق مازال في حالة كارثية. صحيح، بارك الله بك ساعة على إتاحة الفرصة هذه. ساعة في بداية دخلي نحب نبشر الناس كله أنه مدينة ابن خلاد توا فيها أمطار غزيرة، إن شاء الله تكون عامة على تونس كاملة. فيما يتعلق بمشروع تعبيد طريق الساحل، الوضعية يعني ما تخفاش على حد أنه وضعيته منذ فترة طويلة وضعية متردية، خاصة على جزء تقريبا يمتد على 400 متر، وعلى أثر زيارة السيد ولي نابل تاريخ 27 ديسمبر 2016 لبلدية ابن خلاد، تم قرار تهيئة الجزء هذايا اللي قلت لك امتد على تقريبا 400 متر. دونك بداية من التاريخ هذاك شرعت البلدية في الإجراءات وتم بداية من تاريخ 6 أفريل تكليف مكتب دراسات للقيام بالدراسة المطلوبة. ثم على أثر الانتهاء من الدراسة تم إعلان طلب العروض بتاريخ 3 أوت 2017، ثم بتاريخ 25 أوت 2017 تم فتح العروض هذه وتم عرضها على لجنة الشراءات باعتبار أنه الصفقة هذه بإجراءات مبسطة. دونك خذت المسابقة بتاع لجنة الشراءات وفي عندنا تقريبا منذ أسبوعين تحالت الاعتمادات اللي أقرها السيد ولي نابل لفاية البلدية وتمت الأشغال. وقتاش بنتظر الأشغال وقتاش تنطلق تحديدا؟ لحظة برك إن شاء الله. بالنسبة نحن في المرحلة الأخيرة متاع الإجراءات الإدارية، الملف حاليا موجود عند السيد مراقب المصاريف العمومية للتأشير عليه، حالة يقع التأشير عليه إن شاء الله بإذن الله مش تنطلق الأشغال. طبيعي جدا أنه مش يقع مش تم مطالبة المقاضي تسجيل الصفقة ثم تمكينه من الإذن الإداري لانطلاق الأشغال، مع الإشارة أن الكلفة أي التأشير هذه قداش تاخذ وقت؟ قداش تاخذ وقت سي سمير؟ إن شاء الله حسب التقريب توقع من ديسمبر الماضي أنا قريب شنو نوصل ديسمبر يعني عام تحديدا قرابة العام. فعلا هذيك الإجراءات طويلة المدة. صحيح ربما تبان طويلة، أما للناس اللي تعرف الإجراءات الإدارية فإنه معناتها حقيقة نحن حرصنا كل الحرص أنه نتصلوا في الأجهزة هذه أكثر ما يمكن، وسعينا بكل الوسائل أنه تنطلق الأشغال حتى من مع الأسف تقع في بعض الحالات بعض التأخير بعض الجهات، لكن في المجمل راهو معناتها ما فماش تأخير كبير. نحن الأهم حاجة في قبل نهاية 2017 تنطلق الأشغال يعني إن شاء الله. أكيد إن شاء الله نجم تأكده لي سي سمير. هذا بإذن الله متأكد منه، وإن شاء الله قبل حتى منتصف شهر نوفمبر تنطلق الأشغال. نحب فما توضيح إضافي نحب نبلغه للخيال المواطنين أنه الدراسة وقت اللي تعملت على 400 متر بقى بعد تبين أنه الأشغال هذه مش تمس تقريبا 600 متر باعتبار أنه طبيعة الطريق هذه لضمان السيولة بتاع مياه الأمطار، فكان ولا بد انه برمجه تهيئه 600 متر عوضا عن 400 متر بكلفه قدرها 231,000 دينار كما قلت انت، موزعه ما بين منحه من السيد ولي نابل ب 200,000 دينار وبقيه الاعتمادات وقامت بتوفيرها البلدي. واضح، شكرا لك سي سمير العريفي كاتب عام بلدية ابن خلاد من ولاية نابل، كنت حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف. كانت هذه فقرة الكابون اليوم.